السلام عليكم يا شباب، معاكم دكتورة هيام عبد المتعال emergency consultant. النهاردة هنتكلم عن ال triaging of a trauma patient. احنا هنتكلم عن ال triage according لل ATLS. ال ATLS دي اختصار advanced trauma life support. نعرف ان الادفانسد تروما لايف سبورت دي حاجه انترناشونال، دي مش حاجه ايجيبشن بس اللي بيتعاملوا بيها. لا، احنا از ان ايمرجنسي، كلنا في الايمرجنسي لازم نتعامل نبقى ذا سيم لانجويج، ان احنا بنتكلم نفس المانجمنت بنفس الترياجنج بنفس الكودنج اللي هنتكلم عليه. لازم نعرف اكوردنج للايت اللي از في ستيبس. الستيبس بتاعتي عباره عن البرايمري سيرفي والسكندري سيرفي. اول حاجه لازم نعرف ان الغرض مني في البرايمري سيرفي ان انا تو دايجنوز ذا لايف ثريتنينج كونديشن، وان اعمل ريسوستيشنز تو ذيس لايف ثريتنينج كونديشن، واتريت وات از كيلينج ذيس بيشنت. يعني انا في خلال البرايمري سيرفي دوري ان انا ادور على اللايف ثريتنينج كونديشن ذات مي اريست ذات بيشنت. تمام. بعد كده بنخلص البرايمري سيرفي بندخل في حاجه اسمها سكندري سيرفي. Secondary survey ده بيبتدي ان احنا بنعمل to identify the other injuries. ببتدي من خلالها اعمل definitive care. ببتدي من خلالها بعمل develop definitive management. تمام؟ هنتكلم على التفصيل عن حاجة حاجة في السيرفي دي. اول حاجة هنتكلم عليها primary survey. البرايمري سيرفي احنا قلنا احنا هدفنا منها ان احنا تو ديتكت لايف ثريتنينج كونديشن، فبالتالي انا بعمل البرايمري سيرفي عن طريق اختصار للاي بي سي دي اي. خلينا عندنا على اتفاق ان كل حاجه منهم انا بدي للبيشنت ده هديه، يعني الاي لو فيها مشكله همانج بعمل ريسوستيشن وادي له هديه، البي لو فيها مشكله بعمل لها مانجمنت وادي العيان ده هديه. يلا نتكلم في الموضوع ده. اول حاجه الايه، الايه دي اختصار ايه؟ اختصار اير واي. تمام. البي اختصار ايه؟ بريفينج. السي اختصار ايه؟ سيركيوليشن. الدي اختصار ايه؟ ديسابيليتي. الاي اختصار ايه؟ اكسبوجر. طبعا انا غرضي وانا بعمل البرايمري سيرفي اوف ذات بيشنت ان انا بعمل الاي بي سي دي تو ديتكت ذا لايف ثريتنينج كونديشن ذات مي اريست ذات بيشنت. انا ممكن في الاول اعرفه وذين قد ايه، وذين 10 سكندز اقدر اعرف ان العيان ده هيبقى فيه مشكله ولا لا. ازاي؟ ان انا لو مجرد ان انا دخلي العيان الاي ار وبدات اتكلم معاه ازيك عامل ايه اخبارك ايه، وبدا العيان ده يتكلم ويتجاوب معايا، خلاص within 10 seconds يبقى الاير واي بتاعه بيتنت والبريثنج قدامي كويس والعيان ده كونشس ليفل بتاعته كويس، يبقى انا اقدر within 10 seconds اخد كده زي ما بنقول ايه سامرايز كده ان البيشنت ده الى حد كبير ستيبل. تمام. طيب تعال نتكلم على حاجه حاجه. اول حاجه الاير واي اللي هو الايه، الاير واي. اول حاجه انا بتشك الاير واي بتاعي ده بيتنت ولا لا، ان انا مجرد كلمت عياني ازيك الحمد لله انا زي الفل، يبقى معنى كده ان الاير واي بتاع العيان ده بيتنت. طب هل الاير واي ده ممكن يبقى فيها كومبرومايز، او مجرد ان عياني ده ما ردش يبقى الاير واي بتاعي بتاعت العيان ده فيه مشكله؟ يبقى انا لازم بسرعه ان العيان ده وانا بعمل مانجمنت للاير واي لازم اعمل سيرفايكال ان لاين ايموبلايزيشن، لان عيان التروما ده وارد يكون فيه سيرفايكال انجري. فبالتالي وارد لو انا عملت مانوفرز معينه في الاير واي وبدات ان انا حرك الرقبه العيان ده انا ازود السيرفايكال انجري لو في كويري سيرفايكال انجري، وابتدي ان انا اللي اعمل مشكله للعيان ده. تمام. طيب ايه الاير واي اللي ممكن العيان ده يبقى فيه عنده مشكله؟ ممكن يبقى عنده اير واي اوبستراكشن، في حاجه اوبستراكتد الاير واي، سواء كان فورين بودي، سواء كان سيكريشنز، سواء كان في مانديبولار فراكتشر، تراكيال لارينجال تير، لو كان في اي انجري ذات افكتد ذا اير واي، اور ذا كلاسيكال كوما سكيل لو اقل من او يساوي 8. تمام. طيب انا مجرد ان انا لقيت ان العيان ده الاير واي بتاعه فيه مشكله، تمام، ابتدي اعمل مانجمنت. يبقى دي حاجه، دي اول حاجه، دي ممكن تاثر على العيان، ودي لايف ثريتنينج كونديشن اير واي اوبستراكشن، صح ولا لا؟ يبقى انا لازم ابتدي اعمل مانجمنت للعيان ده عن طريق ايه؟ اعمل اوبن للاير واي. هعمل اوبن للاير واي ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ ازاي؟ عن طريق تشين ليفت. تمام. عن طريق جو ثراست. تمام. عن طريق ان انا لو في اي سيكريشنز ابتدي اعمل ساكشن للسيكريشنز. عن طريق ان انا احط العين ده اورو فرينجال اير واي اب تو انتو انترو شاكيل انتوبيشن. بس اخد بالي وانا بعمل مانجمنت للعين ده سيرفايكال ان لاين ايموبلايزيشن. طب احنا لقينا كده الاير واي في مشكله، احنا اتفقنا ان في البرايمري سيرفي في A B C D E كل واحدة فيها مشكلة هعالجها وادي له هدية. هدية الإيرواي إيه؟ إن أنا أحط العيان ده على أكسجين. حلو؟ تمام؟
طيب دخلنا بعد كده في ايه؟ في البريدنج. البريدنج ده انا ببص على ايه؟ اول حاجه ببص على الجوجلر فينس ديستنشن، هل الجوجلر فينز عندي على النك ديستندد ولا لا. ابص على البوزيشن اوف ذا تراكيا، نورمالي ان هي المفروض تبقى سنترال، هل هي شيفتد رايت اور ليفت ولا لا. ابتدي اعمل انسبكشن بالبيشن اوسكولتيشن تو ذا تشست. تمام. طيب انا في البريدنج دلوقتي ايه اللايف ثريتنينج اللي انا بدور على العيان ده؟ المي اريستد العيان ده تنشن هيموثوركس، massive hemothorics, open pneumothorics or tracheal injury. دي الحاجات دي من life threatening condition that may arrest this patient. يبقى بسرعة أنا محتاجة أعمل لها management بسرعة. والله لو العين ده في tension pneumothorics أبتدي بسرعة أركب للعين ده chest tube. هل العين ده massive hemothorics يبقى محتاج يركب chest tube ومحتاج resuscitations بالفلود وبالblood. هل العين ده open pneumothorics محتاج interventions. هل العين ده tracheal injury يبقى محتاج intervention. تمام. يبقى أنا بسرعة ببتدي أعمل resuscitation accordingly الـ finding اللي أنا بلاقيها في breathing. اتفقنا إن كل حاجة بعمل لها management بديله برافو عليكم هدية. طب ايه هدية البريذنج؟ ان انا ابص على البولس اوكزيميتر بتاع العيان ده، اوكسجين ساتوريشن بالنسبة له. تمام. نمرة ثلاثة سيركوليشن and hemorrhage control if there is a bleeding. تمام. طب انا السيركوليشن ده ببص العياني ده على ايه؟ على البلاد بريشر والبولس. طب هل البولس ده مهم؟ طبعا مهم. احنا خدنا في المحاضرات اللي فاتت الشوك، ان الفيرست ديجري اوف شوك از اتاكي كارديا. كون ان العيان بدا البلاد بريشر بتاعه ينزل يبقى العيان ده دخل معايا في ذير ديجري اوف شوك. يبقى انا اخد بالي ان فيرست ديجري اوف شوك از اتاكي كارديا. يبقى انا ما افرحش ان العيان البلاد بريشر بتاعه از نورمال والعيان تاكي كارديك. لا يا جماعه، يبقى العيان ده فيه مشكله. تمام. طيب لقيت ان انا عندي في مشكلة عندي في السيركوليشن، هبتدي طبعا اعمل اركب العياني ده تو وايد بور كانيولا وابتدي اسحب تحاليلي وابتدي ادخل الفلويد ريسوستيشن. تمام. طيب نفترض دلوقتي ان العيان ده انا لازم اعرف، طب العيان ده لو في اكسترنال هيموريج او اكسترنال بليدنج ابتدي بسرعه اعمل باكينج للعيان ده كويس بحيث ان العيان ده ما يخرش مني ويبتدي انه يدخل، ان ده هايبوفوليميا يبقى في هايبوفوليميا. يبقى انا مش هدي فلويدز واركب بلود ترانسفيوجن واسيب العيان ده عمال يخر مني وعمال يبليد مني. لا، يبقى انا لازم اعمل كنترول للهيموريج. تمام. يبقى انا دلوقتي في السيركيوليشن الهديه بتاعتي ان انا هعمل كنترول للهيموريج للاكسترنال هيموريج لو في اكسترنال هيموريج موجود، وابتدي اركب للعيان ده تو وايد بور كانيولا وابتدي اسحب تحاليلي. ومن التحاليل المهمه اللي ناخد بالنا كويس جدا وانا بسحبها في عيان التروما، ما ننساش لو سمحتم ان احنا نعمل بلود جروبينج، وما ننساش ان احنا نعمل بريجننسي تيست، وما ننساش لو في مشكله معانا في السيركيوليشن ان احنا نعمل اي بي جي. تمام. وبسرعه ابتدي اجري كريستالويدز. الكريستالويدز زي ما احنا اخدنا في محاضرة الفلويد ثيرابي، اللي هو سواء كان رينجر سواء كانت سالاين، بجري ليتر كريستالويدز. وبعدين لو العيان معايا فضل ستيل شوكد ابتدي ده دور البلوت ترانسفيوجن ان هو ياخده. وما ننساش من الأدوية اللي أنا لازم أدخلها في عيان التروما، إن أنا لازم أدخل الترانيكزيميك أسيد. Don't forget the ترانيكزيميك أسيد. ترانيكزيميك أسيد ده اللي هو إيه عندي؟ الكابرون. الكابرون عندنا في المستشفى أو in general الأمبول نص جرام. أنا عندي بدي العيان ده لودينج جرام، يعني بدي 2 أمبول كابرون. Please don't forget never ever the tranexamic acid. الستوديز لقت ان انا لو بدأت العيان اللودينج tranexamic acid وبدأت في الاول خالص لو بدأنا الترانيكزيميك أسيد بدري بيحسن المورتاليتي ريت up to 80%. فعشان كده يا جماعة في البداية خالص never forget ان احنا ندخل العيان ده ترانيكزيميك أسيد في الريسوستيشن فلويد ثيرابي معنا. تمام. طيب بلس كده نفترض ان العيان ده شوكد وما فيش اكسترنال هيموريج، انا لازم ادور ايه سورس اوف هيموريج. تمام. فانا اكتر حاجه بالنسبه لي هيدن لو ما فيش حاجه اكسترنال ادور على حاجه هيدن اللي هو الفاست، ان انا اعمل الترا ساوند ابدومين. ممكن العيان ده يبقى الهيموريج في بطنه. تمام. انترنال هيموريج. الفاست ده اللي هو اختصار فوكست اسسمنت سونوجرافي فور تروما. الفاست ده كده باختصار، انا مش عايزه ادخل معاكم في تفاصيل بس علشان تبقوا عارفينه، ده مش سونار عادي، ده
مش 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 روتين سونار ان انا ابص على الليفر حجمه قد ايه والسبلين حجمه قد ايه، لا ده ببتدي ان الفاص ده بيديتكت هل في فري انترابيريتونيال فلويد كولكشن ولا لا، سواء كان سب هيباتيك ولا بيرسبلينيك ولا بلفيك ريجن ولا ريتروبيريتونيال، بيبتدي ان بيديتكت البيشنت ده في انترنال هيموريدج ان انترا ابدومينال هيموريدج ولا لا. ده دور الالترا ساوند. خلاص يبقى انا العيان ده في السي انا لازم ابتدي اني استابلايز البيشنت ده بحيث ان انا ابتدي فلويد ثيرابي، ابتدي ان انا ادخل اب تو ان انا بدخل البلد لغايه ما البلد بريشر والتاكيكارديا بتاعه العيان دي تهدى. تمام خلاص. طيب بعد كده عندي الدي اللي هي الديسابيليتي. الديسابيليتي دي اللي انا باسس في الاول ببتدي الاسرع اللي حاجه اسمها الاي في بي يو. اي في بي يو ان انت بتبتدي ان انت بتشوف العين ده اليرت ولا بيرسبوند معاك تو فيربل ولا بيرسبوند معاك تو بين ولا العين ده ان ريسبونسيفنس خالص. تمام. وبعد كده ممكن لما باجي بعمل ري اسسمنت بدخل في الجلاسكو كوما سكيل واحدد السكور الجلاسكو كوما سكيل بتاعته قد ايه. تمام. طيب من الحاجات المهمة ان انا وانا بعمل الديسابيليتي بتاعت العين ان انا بوسع على البيوبلز بتاعته. هل العيان البيوبلز بتاعته دي بايلاترال ايكوال؟ طب هل العيان ده بين بوينت بيوبل؟ طب هل العيان ده في يونيلاترال دايلاتيشن؟ فاخد بالي ان العيان ده فيه ماسيف برين اديما وممكن يحصل هرنيس، العيان ده هيكون مني، فبالتالي العيان ده يعني دينجرس ساين بالنسبة لي. تمام. فدي من الحاجات المهمه قوي وانا باسس الديسابيليتي ان انا ابص على البيبل. طيب هديه الدي ايه زي ما اتفقنا ان انا بعمل للعيان ده راندوم بلاد شوجر. تمام. يبقى تاني كده تو سامرايز، انا جالي العيان بدخل في البرايمري سيرفي. البرايمري سيرفي في عيان التروما بمشي بالسكادول ده اي بي سي دي اي. تمام. الاي دي عشان احنا ما شرحناهاش اللي هي الاكسبوجر، ان انا باكسبوز العيان كله. تمام. وابتدي ان انا ابص على اي انجري تانية ممكن تبقى لايف ثريتنينج. ليه؟ لان ساعات قبل كده جالنا عيان قبل كده العيان ده واخد مالتيبل ستابس. تمام. لقينا ان الستابس طبعا العيان كله كفرد وذ بلود، اكتشفنا بعد كده ان لما عملنا له اكسبوجر ان العيان ده واخد ستاب تشست، فكانت بالنسبه لنا اللايف ثريتنينج كونديشن اوف ذس بيشنت از تابشست. تمام. فاحنا ما ننساش ان العين ده نعمل ويل اكسبوز ليها، وبعدين ببتدي ان انا الهديه بتاعته ان انا بغطي العين ده تاني تو بروفنت ذا هايبوثيرميا. تمام. يبقى انا دلوقتي قلنا ان اكوردنج للاي تي ال اس وانا بعمل برايمري سيرفي العيان التروما هعمل اي بي سي دي اي. تمام. قلنا الاي اللي هي اختصار الاير واي، لو الاير واي في مشكله هبتدي اعمل له مانجمنت. تمام. واحط العيان ده الهديه بتاعته على اكسجين. البي ان انا ابتدي ان انا ابص على لايف ثريتنينج كونديشن، اديتكت لو في تنشن نيموثوركس، اوبن نيموثوركس، ماسيف هيموثوركس، وابتدي ان انا اعمل لها مانجمنت والهديه بتاعه البي بولس اوكسيميتر. السي اللي هي السيركيوليشن، ابص على البلس وابص على البلاد بريشر. تمام. واركب للعيان ده تو وايد بور كانيولا واجري محاليلي واب تو بلاد ترانسفيوجن. تمام. وما ننساش دور الكابرون معانا. تمام. ده الهدية بتاعتي. تمام. واعمل كنترول للهيموريج، لو في اكسترنال هيموريج هعمل باكينج وادور اعمل فاست لو العيان ده مفيش اكسترنال هيموريج فانا شكاً يبقى في انترا ابدومينال هيموريج. قلنا الدي ديسابيليتي عن طريق الجلاسكو كوما سكيل. تمام. وهديته راندوم، والاي الاكسبوجر وهديته ان انا بعمل بريفنشن اوف هايبوثيرمي. تمام. امتى انا بخلف الاي بي سي دي اي ده؟ في حاله واحده بس، عيان داخلي من بره باكسترنال هيموريدج قدامي باين، عيان معاه بريكيال ارتري انجري، عيان معاه اكسترنال بليدنج. تمام. انا قبل ما ادخل في الاي واعمل لها مانجمنت ريسستيشن وبي واعمل لها مانجمنت ريسستيشن والعمال عمال يخر ده، قبل ما اوصل لسي عيني ده هيبقى اتصفى. فانا بسرعه لو جالي عيان من بره العيان ده جاي لي باكسترنال هيموريدج، انا بدخل على السي دايركت اعمل كنترول للاكسترنال هيموريدج واركب التو وايت بورت كانيولز واسحب تحاليلي واجري فلويد ريسستيشنز وابتدي ان انا ادي البلاد ترانسفيوجن اف نيدد. تمام. يبقى دي الحاله الوحيده اللي بخلف اي بي سي دي اي ابروتش. تمام يا شباب. اوكي. طيب خلصت البرايمري سيرفي،
عدت تاني بعد ما بخلص الاي بي سي دي اي، بعمل ريفيجن مره تانية، وري اساس عياني ده مره تانية، عياني بقى الاير واي ستيبل، البي بقت ستيبل، والبالس اوكسيمتر زي الفول، الساتوريشن بتاعي كويس، سيركيوليشن بالس وبلد بريشر العين بقى ستيبل، الجلاسكو كوما سكيل الى حد ما، مش هقول لك ان هو لو عين تروما جايب دي جلاسكو كوما سكيل قليل، انت كده كده على التيوب، يعني انت عامل له ستابلايزيشن، الاكسبوجر انت عامل بريفنشن للهايبوثيرميا كويس، تمام خلاص عياني ده كده بالنسبه لي ستيبل، يبقى انا اقدر ادخل في السكندري سيرفي. سكندري سيرفي ده بقى شامل ايه؟ شامل انا باخد هيستوري للعيان، هيستوري للعيان جمل اي تي ال اس، قالوا احنا هنختصرها في حاجه اسمها امبل. ايه الامبل دي؟ ايه اختصار الرجي؟ هل العيان ده عنده الرجي لاي ميديكيشن؟ ودي الحاجات دي مهمه، ما يجيش عيان يبقى عنده الرجي للباراسيتامول، تمام، واقوم انا اعطي العيان ده مثلا بيرفلجان، العيان ده عنده مثلا الرجي للنون ستيرويدز، الانتي بايوتكس معينه، ام ميديكيشنز، ايه الميديكيشنز اللي ماشي عليها العيان ده؟ تمام، يعني هل العيان ده ماشي على ماريفان؟ هل العيان ده ماشي مثلا على كونكور، على بيتا بلوكر؟ هل العيان ده مثلا ماشي على اورال هايبوغلايسيميك دراجز؟ هل ماشي على انسولين؟ العيان ده ماشي، ايه الميديكيشنز بتاعته؟ تمام، البي باست ميديكال هيستوري، تمام. طب تيجي تقولوا لي هل العيان ده دايابيتيك هايبرتنسيف كارديك؟ طب هل العيان ده يفرق معايا؟ اه طبعا تفرق معايا، تفرق معايا جدا في المانجمنت بتاعي، تمام. طب هتيجي تقول لي طب تفرق لي ايه الميديكيشنز ما نعرفش الباست ميديكال هيستوري؟ لا، ممكن يجي عيان يقول لك اي ام ا كارديك بيشنت. طب هل هو كارديك ايه؟ اسكيميك هارت، ولا عنده اساسا اف، ولا اساسا ده عيان ده عنده هارت فيلير، ولا العيان ده ايه؟ انت هتقدر تعرف الكلو بتاعك عن طريق الادويه. لا انا ماشي على ماريفان، يبقى العيان ده موصلي اف. لا ماشي على لانوكسين، لا انا ماشي على بيتا بلوكر، يبقى انت تقدر ماشي على اسبوسيدو بلافكس. يبقى انت تقدر تعمل كلو للميديكيشنز، تعرف تكلو العيان ده كبوست ميديكال هيستوري بالظبط ايه. اللاست ميل تفرق معنا طبعا في التخدير، تمام. ايه الايفنتس؟ الايفنتس دي عشان تعرف المود اوف انجري بتاعته، ان الانجري دي لا ده كده يبقى العيان ده الانجري بتاعته جامده. لو مثلا العيان ده قال لك انا كنت في ار تي اي ومعايا مثلا 2 ماتوا، تمام، يبقى معنى كده ان العيان ده لا في مشكله، ان العيان ده الحادثه دي ما كانتش هينه، ما كانتش بسيطه، تمام. لا ده انديكيشنز ان العين ده ممكن يتحول معايا في كولر كودنج تاني خالص، تمام. طيب بعد كده في السكندري سيرفي اخدت الهيستوري، بعمل فول اكزامينشن تو ذات بيشنت من الهيد تو تو، تمام، يعني بعمل هيد اكزامينشن، نيك اكزامينشن، ماكسيلوفيشيال، تشست، ابدومين، بلفس، برينيوم، ريكتوم، فاجينا، ابوس ماسكل سكليتن، نيورولوجيكال، بعمل فول فيزيكال اكزامينشن، تمام. بعد كده عياني كده خلاص بقى تمام، برايمري سيرفي ستيبل، الدنيا بالنسبه لي ستيبل، العياني دوت انا اقدر اطلعه فيت فور ترانسفير، ابتدي انقل بقى عياني من الاي ار يروح يعمل الراديولوجيكال انفستيجيشنز بتاعته. اول حاجه بنعملها فاست، طبعا الفاست ده لو كان العيان ممكن احتاجه في البرايمري سيرفي، تمام، قلنا عادي لو العيان ده شوكد معايا ممكن اعمل الفاست عادي، بورتابل فاست. لو العيان بالنسبه لي ستيبل ما فيهوش اي مشكله ممكن يدخل في السكندري سيرفي، فالفاست هنا بيختلف اكوردنج تو ذات بيشنت. بروح اعمل له سي تي اكوردنج، طبعا انت عايز العيان ده هل في ساينز اوف بي سي، محتاج يعمل سي تي برين، سي تي فيس، سي تي شيست، سي تي سيرفايكال اكوردنج تو، والاكس راي اكوردنج للبارت اللي انت عايز تعمل له اكس راي، تمام. بعد كده ديفينيتيف كير اللي هتحصل في السكندري سيرفي، يعني مثلا عيان طلع معايا فراكتشر مثلا في حاجه حته معينه، ابتدي دكتور الاورثوبيدكس يبتدي ان هو يشوف بقى المانجمنت بتاعه، دكتور السيرد الجراح يشوف بقى المانجمنت بتاعه، ديفينيتيف كير اللي هتحصل للعيان ده، تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي كده اتكلمنا ان عيان التروما اول ما يجيلي انا هعمله البرايمري سيرفي، وبعدين هدخل على السكندري سيرفي، تمام. طيب في حاجه بقى لازم تبقوا عارفينها واحنا قاعدين في الاي ار، ايه هي؟ التروما تيم اكتيفيشن. لازم تعرفوا ان التروما تيم، تمام، فيها تيم معين ده بيبقى مسؤول عن
التروما اسمه تروما تيم اكتيفيشنز. وانس حاله التروما دي موجوده, التروما تيم اكتيفيشن دي متمثله في التيم ليدر, في الاير واي مانجر, تروما نيرس, تروما تكنيشنز والريزيدنس بتوعي ايا كان بقى مين الريزيدنس اللي هو مين اللي بيبقى في البدايه بيبقى اورثوبيدكس و جنرال سيرجن و اكوردنج لاذر ريزيدنس اف نيدد. تمام. بعد كده في حاجة اسمها ميست. ميست دي عبارة عن ايه؟ ميست دي بتحدد معايا color coding بتاعت العيان ده. هل العيان ده محتاج يدخل resource direct اللي هو هياخد color coding red or yellow؟ تمام. محتاج يدخل resuscitation على طول resuscitation room. الميست دي بتعتبر according لإيه؟ لما يجي عيان التروما, مين عيان التروما اللي انا ممكن امانج في الترياجينج في الاوبزرفيشن بره واعمل له المانجمنت بره, ومين العيان اللي انا بدخله على طول الريسوستيشن. العيان اللي بيدخل الريسوستيشن دايركت ده بيعتمد على الميست. ميست دي اللي هي اختصار ايه؟ ام ميكانيزم اوف انجري, اي ايه الانجريز اللي في ذا بيشنت, اس ساينز اند سيمتومز, تي تريتمنت انيشيتد. ازاي؟ اول حاجه الميكانيزم اوف انجري, مين العيان اللي انا الميكانيزم اوف انجري بتاعه ده انديكيشن انا ادخله ريسورس. لو العيان ده فولينج فروم هايت, لو كان في ادلت فولينج اكتر من 5 مترز, لو كان تشايلد تمام اكتر من 3 مترز. طب احنا بنحسبها ازاي؟ طبعا صعبه قوي في طفل. فقال لك لو هو طول الطفل من مرتين او ثلاث مرات اطول من طول الطفل ده انا بعتبره falling from height. يعني انا لو طفل عندي مثلا وقع من مكان ارتفاعه دبل مرتين او ثلاث مرات اكتر من طوله ده falling from height. تمام. لو كانت RTA RTA اللي هي الاوتو كراش او الاوتو كراش اللي هي او بنسميها NVC اللي هو موتور فيكل كراش, ده لو كان العيان ده حصل له ايجكشن من اوتوموبايل, لو العيان ده حصل كان في ديث ان ذا سيم فيكل, لو العيان ده سنه فوق ال 70 سنه. تمام. نعرف لو في بلس انجري, ميكانيزم ذس انجري از انديكيشن انه يدخل العيان ده ريسوستيشن. لو العيان ده في كراش ووند, لو العيان ده في الكتروكاشن. تمام. طيب تاني حاجة الانجريس, ايه الانجريس اللي انا ممكن اول ما اشوفها يبقى ده انديكيشن ان عياني ده بيدخل معايا الريسوستيشن؟ اول حاجة كل البينيتريتنج انجريس تو هيد نك اي تشست باك ابدومين جروين اكستريميتيز بروكسيمال تو ان انكلودنج إلبو اور ني, multiple rib fractures or thorax deformity indication line that يدخل resuscitation, two or more proximal long bone fracture, crushed or degloved or pulseless extremities, amputation proximal to the wrist or ankle, pelvic fracture, skull deformity or suspected skull fracture, head trauma في أقل من 18 سنة أو أكتر من 65 years وفي loss of consciousness, amnesia or disorientation, head trauma in patient of any age with this patient with bleeding disorders or on anticoagulant, لو patient عنده symptom of signs of spinal cord injury, لو في burn معايا. تمام. لو في pregnancy with an abdominal injury. ال indications كمان ان العيان ده according للميست قلنا الاس symptoms and sign, لو العيان ده جلاسكو كوما سكيل اقل من 14, لو systolic blood pressure بتاعه اقل من 90, لو respiratory rate اقل من 10 او اكتر من 29. تمام. طبعا ده indication ان this patient is indication ان يدخل resuscitation. تمام. نسامرايز. ماشي. قلنا جالي عيان التروما, عياني تروما اول ما يخش لي المستشفى according لل ATLS همشي A B C D, عمري ما هدخل في البي الا والايرواي بتاعي ستيبل, عمري ما هدخل في السيركيوليشن الا والايرواي والبريذنج بتاعتي ستيبل. تمام. الحاجه الوحيده اللي بخلف فيها A B C D E, عيان جاي لي باكسترنال هيموريدج, هدخل على السي استابيلايز وبعدين ادخل على الاي والبي. تمام. قلنا ايه اختصار الاير واي. تمام. قلنا اهو اي بي سي دي اي, ايه اير واي, الاير واي عندي في مشكله. قلنا بتشيك الاير واي ده بيتنت ولا لا ازاي, ان انا بتقول له ازيك
رد عليا يبقى الاير واي باتد، في مشكله يبقى انا لازم اعمل مانجمنت تو ذا اير واي. تمام، وهدايه الاير واي ان انا احط عياني ده على اكسجين، بي بريذنج ان انا ببتدي ان انا بتشيك على التشست كويس عشان احدد اللايف ثريتنينج كونديشن اللي ممكن تارست العيان ده، سواء كان تنشن نيموثوركس، ماسيف هيموثوركس، اوبن نيموثوركس. تمام، طيب هبتدي اعمل مانجمنت. هدايه البي ان انا بعمل بشوف البالس اوكسيميتر. تمام، سي سيركيوليشن وهيمريج كنترول. طيب السي قلنا بنبص على البالس وبنبص على البلاد بريشر، واهم حاجه عندي يا جماعه البالس، ما اقولش ان العيان البلاد بريشر بتاعه كويس سو ذا بيشنت از ستيبل. ماشي، فيرست ديجري اوف شوك از تاكيكارديا. طيب هدايه السي ان انا ركب تو وايت بور كانيلا واسحب تحاليلي وابتدي ادي فلويد ريسوستيشن، وبليز بليز دونت فورجيت كابرون ثم كابرون ثم كابرون ثم كابرون ان ذا لودينج مانجمنت. دي ديسابيليتي ان انا باساس الجلاسكو كوما سكيل وابص على الاي في بي يو. هديته اعمل راندوم بلاد شوجر. تمام، اي اكسبوجر، وهديته اني بقى افويد الهايبوثيرمي. وبليز من الاول خالص لو لقينا من اول العيان كان في مشكله بعمل سيرفايكال ان لاين ايموبلايزيشن، وبعد كده هبعرفكم امتى اسسبكت ان العيان ده ان جنرال فيه سيرفايكال كورد انجري او في سيرفايكال سباين سوري انجري. تمام، في حاجه كده ان جنرال ممكن اقول لكم عليها كده ان سامري، ان احنا اكوردنج للنكسس كرايتيريا لو العيان ده فيه تندرنس في السيرفايكال ريجن انا بعتبره ان العيان ده معاه سيرفايكال انجري، لو العيان ده ديستوربد ليفل اوف كونشسنس ايا كان بدخله سيرفايكال كويري سيرفايكال انجري، لو العيان ده معاه نومبنس في ايده او رجله بدخله في كويري سيرفايكال انجري. تمام، فبالبليز واحنا بنتعامل في البرايمري سيرفي never forget a neck cooler وعمل cervical inline immobilization. عملت stabilization، العيان الايروي بقى stable secured، البريذنج بقى متظبط، الcirculation ضغط العيان والبلس بتاعه بقى كويس، الدنيا متظبطه بتاعتي كبرايمري سيرفي عيان ستيبل. ممكن ادخل في السكندري سيرفي، قلنا السكندري سيرفي ان انا باخد هيستوري واعمل فيزيكال اكزامينيشن وابتدي اطلع العيان ده فور راديولوجيكال انفستيجيشن. تمام، وبعد كده اعمل ديفينيتيف كير تو ذات بيشنت. تمام، اتمنى ان انا المحاضره تبقى متظبطه. لو في اي اسئله انا مستنيه الاسئله تحطوها على الجروب، ما عنديش اي مشكله ان انا اجاوب لكم على اي سؤال انتوا حابين ان انا يعني اي سؤال انتوا حابين تسالوه. اوكي، ما فيش مشكله، اسالوه على الجروب وانا هجاوبكم، ما فيش اي مشكله. Thank you very much.